بدء أعمال القمة الثنائية بين الرئيس السيسي وملك الأردن بالعاصمة عمان، وملفات تعزيز التعاون وقضايا المنطقة تتصدر جدول الأعمال. فإن الحكومة المصرية وبالتنسيق مع مجلسكم الموقر عملنا معا سويا على تجنيب مصر والشعب المصري الآثار شديدة السلبية التي رأينا العالم كله يعاني منها خلال نفس الفترة. في بيانه أمام مجلس النواب، مدبولي يؤكد أن الحكومة جنبت الشعب الآثار السلبية لكورونا في عام هو الأصعب على البشرية. إجراءات أمنية مشددة في واشنطن قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. القاهرة 2 بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. أفاد موفد النيل ببدء أعمال القمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في عمان. كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي قد أشار إلى أنه من المنتظر أن يبحث الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان مراسل النيل علاء رشوان. على أهم الموضوعات التي طرحت على أجندة لقاء الرئيس السيسي بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين اليوم في عمان، وأهم الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك التي تم التطرق إليها.
نعم، في قصر بيسان، قصر الملكي الأردني بقلب العاصمة الأردنية عمان، انطلقت منذ قليل فعاليات القمة الثنائية التي تضم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين. في هذه الزيارة السادسة الرسمية من نوعها بدعوة من الجانب الأردني، جرى بحث عدد من الملفات على رأسها القضية الفلسطينية، والتي تعد العنوان الأبرز هذه الزيارة الهامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اهتمام مشترك بالغ بين القاهرة وعمان بحلحلة المفاوضات المتعثرة في عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التحركات العربية للعدد من الأطراف العربية الفاعلة في هذا أو في خلال الأيام القليلة الماضية. تابعنا استضافة القاهرة لمجموعة ميونخ التي تضم وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وأيضا زيارة قام بها وزير الخارجية الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها بنظيره السعودي في المملكة العربية السعودية، وأيضا زيارة أجراها الملك الأردني إلى دولة الإمارات، التقى خلالها بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان. كل هذه التحركات العربية تنبئ بأن هناك مياه سوف تتحرك في قناة الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في ضوء إرادة عربية لتكوين موقف عربي مشترك حيال الحقوق العربية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، خاصة وأن هناك إدارة أمريكية جديدة سوف تستلم مهام عملها غدا بتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ما يستدعي رفع مستوى التنسيق والتشاور بين العواصم العربية الفاعلة مثل القاهرة وعمان لبلورة موقف عربي موحد إزاء هذا الملف. أيضا في ضوء هذه التحركات كانت هناك زيارة هامة أجراها رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى رام الله بالأمس، التقى خلالها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس للوقوف على ملف المصالحة الفلسطينية، وأيضا الاطلاع عن مجريات الأمور فيما يتعلق بالإعداد لانتخابات فلسطينية في القريب العاجل. كما أشرنا، هذه هي الزيارة الرسمية السادسة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من الجانب الأردني. من المنتظر أن تجرى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في هذه الأثناء، تجرى فعاليات القمة الموسعة بين الجانبين المصري والأردني لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري بين القاهرة وعمان الذي يقف عند حدود 1,860,000,000 دولار، وهو مرشح للازدياد في المرحلة المقبلة في ضوء توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين في عدد كبير من المجالات، في مجالات الطاقة، في النقل البحري والبري، وأيضا في مجالات السياحة والزراعة والتصنيع الدوائي وغيرها من هذه المجالات، في ضوء القدرات الإنتاجية والتصديرية لل العاصمتين القاهرة وعمان. تم توقيع اتفاق للغاز الطبيعي في عام 2019 بمقتضاه سوف تحصل الأردن على أكثر من 75% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، بما يؤمن احتياجاتها لعملية التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة منذ سنوات. أيضا يأتي هذا الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأردنية في ضوء العلاقات التاريخية والتواصل المستمر بين القيادتين، وفي ضوء المصالح العربية المشتركة التي تجمع كل من القاهرة وعمان وعدد من العواصم العربية الفاعلة في محيطها الإقليمي. من المنتظر أيضا أن تتصدر قضية مكافحة الإرهاب جدول أعمال هذه القمة الموسعة التي تدور الآن في العاصمة الأردنية عمان، في ضوء الخبرة الواسعة لكل من القاهرة وعمان في هذا الملف تحديدا، وبالتفاعل مع جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة. بطبيعة الأحوال العلاقات المصرية الأردنية علاقات قوية ومتينة تستدعي مزيد من التنسيق والتشاور بين القيادتين السياسيتين، في ضوء كل ما ذكرناه سواء ما يتعلق بقضايا التطورات القضايا الإقليمية التي تهم العاصمتين، أو فيما يتعلق بالإرادة السياسية المتوفرة لدى الجانبين للدفع وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية تحديدا. هناك استثمارات مصرية كبيرة في
السوق الأردني. أكثر من 1400 شركة مصرية تعمل في السوق الأردني في مجالات البناء والتشييد وفي مجالات السياحة والنقل والطاقة، وأيضا هناك أكثر من 450 شركة أردنية تعمل بالسوق المصرية برأس مال يتجاوز مليار ونصف مليار دولار، بما ينبئ بأن هناك مزيد من التعاون بين القيادتين لدفع وتعزيز هذه الاستثمارات في أيضا ظل جالية مصرية كبيرة تعيش وتعمل في الأردن. هي إحدى أكبر الجاليات المصرية التي تعيش خارج الوطن، أكثر من 669 ألف مواطن مصري يعملون ويعيشون هنا في الأردن، لهم متطلبات واحتياجات وحقوق. كل هذه القضايا سوف تكون محل للبحث والنقاش بين الزعيمين وبين الوفدين المصري والأردني خلال القمة الموسعة التي تدور الآن، والتي من المنتظر أن يخرج من الرئاسة المصرية بيان شامل للكشف عن مزيد من القضايا والتفاصيل التي حملتها زيارة هامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشرنا، هي الزيارة السادسة من نوعها، وهي الزيارة الثانية في غضون 5 أشهر. بقي هنا الإشارة إلى آلية التعاون الثلاثية المهمة التي أطلقتها القاهرة في مارس عام 2019، والتي تشمل كل من مصر والعراق والأردن. أيضا هذه الآلية وتطورات عمل هذه الآلية سوف تكون محل للنقاش والبحث خلال هذه القمة الموسعة. نعم، أشكرك الزميل علاء رشوان، متابعا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأردنية عمان. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة الوفية. هذا وتشهد العلاقات المصرية الأردنية تطورا في المجالات كافة، وذلك في إطار حرص الدولتين الشقيقتين على مواصلة التنسيق المنتظم وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. مصر الأردن تاريخ طويل وإلى أقصى درجة مميز في العلاقات بين شقيقتين عربيتين إقليميتين، ترتقي لتكون نموذجا لعلاقات الدول المبنية على الأخوة والاحترام والتعاون الشامل. علاقات زادت قوتها مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أولى محيطه العربي أهمية عظمى، خاصة مع الأردن وملكها عبد الله الثاني. زعيمان يجمعهما توافق رؤى كامل فيما يخص محاربة الإرهاب والفكر المتطرف الذي أودى بدول عربية إلى هاوية الصراعات والتقسيم، مع قناعات وسعي متلازمين لحل صراعات المنطقة عبر الدروب السياسية السلمية والرفض وحوائط الصد لمحاولات التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، مع احتضان قضية القضايا العربية القضية الفلسطينية وإذابة جدران ثلج التفاوض من أجل حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967، وحل الدولتين لتكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين. ومرورا بعلاقات لم تعرف الوهن يوما، تجاريا كانت أو اقتصادية، سياسية أو زراعية أو تنموية شاملة، بل ويسعى البلدان إلى ذروة العلاقات النموذجية في ظل السيسي عبد الله، ضلعي محور ما بات يعرف بمحور الاعتدال العربية، اعتدال يسعى بقوة لإعادة الوحدة العربية، المخرج الوحيد غير المكلف لأزمات المنطقة. لذا تتكرر الزيارات وتتعاقب القمم، ويزداد التقارب والتآخي بين البلدين، سواء على مستوى زعيميها أو كبار مسؤوليها وقبلا شعبين لا يعتبر أحدهما نفسه غريبا في بلد الآخر. حازم كمال، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد العناني الباحث السياسي. أستاذ أحمد، بعد التحية، رؤيتك لأهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأردن؟ يعني في البداية دعيني أؤكد على متانة وعمق العلاقات الحقيقة الأردنية المصرية، لما تمتع به هذه العلاقات من علاقات لها جذور ضاربة في عمق التاريخ، مبنية على التفاهمات السياسية والاستراتيجية، ناهيك عن الحقيقة التفاهمات في الملف الاقتصادي والتبادل الاقتصادي ما بين كل من الحقيقة الجانب الأردني والجانب المصري. ما في شك أن الزيارة تأتي في توقيت هام، بتوقيت تسعى فيه كل من الحقيقة عمان والقاهرة للعمل على الحقيقة وضع
يعني وضع اريا لاستقرار المنطقه. اظن هناك تفاهمات ما بين كل من مصر والجانب الاردني فيما يخص استقرار العمليه السياسيه في منطقه الشرق الاوسط، وعلى راس هذه الملفات المشتركه التي تلاقي اهتمام الزعيمين، يكون الرئيس المتحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دوما يتحدث عن استقرار المنطقه وعلى يعني ايجاد حل للقضيه الفلسطينيه. ولا ننسى ان الجانب الاردني والجانب المصري وقعا اتفاقيه سلام يعني مع الجانب المصري، ربما هم يعني الدولتان القادرتان على تحريك او جمود المفاوضات التي وصلت الى انسداد في الافق السياسي منذ تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب. طبعا مجيء رئيس ديمقراطي وهو جو بايدن ربما يكون في حسابات يعني الدول العربيه المعتدله كما تفضل التقرير مصر والاردن لطرح رؤيه حقيقيه لتعديل ما افسده الرئيس الامريكي دونالد ترامب من تهويد القدس ويعني اسرائيليه القدس وضم حق بعض المستوطنات. اعتقد ان الملف الفلسطيني سيكون محل تركيز الزعيمان لانه كان هناك اجتماع ميونخ منذ ايام الذي يضم كل من فرنسا والمانيا ومصر والاردن، وايضا الحديث على العمل لصالح يعني استقرار المنطقه، لان يعني الملف الفلسطيني لا شك هو يعني من اولى اهتمامات كل من مصر والاردن، ويسعيان وبشكل كبير الى تحريك المفاوضات التي يعني وصلت الى انسداد في الافق السياسي وتجميد للمفاوضات خاصه بعد القرارات الامريكيه التي اتخذت مؤخرا، ناهيك عن بعض القضايا الهامه في المنطقه. اذا كنا نتحدث عن استقرار المنطقه نتحدث عن ملف مكافحه الارهاب. نعم. واعتقد ان مصر والاردن بتعول وبشكل كبير على استقرار المنطقه من خلال مكافحه الارهاب وتبادل المعلومات بين الدولتين. نعم، الاستاذ احمد العناني الباحث السياسي، شكرا جزيلا على هذه المداخله. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة إلى المملكة الأردنية للوقوف بجانب الشعب الأردني في مجابهة انتشار فيروس كورونا. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم يد العون للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات التي تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردني الشقيق في مجابهة انتشار فيروس كورونا. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لبذل قصارى الجهد وفي أسرع وقت للدخول في مرحلة تمكين كل فئات الشعب المصري للاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث استعرض مدبولي موقف الحكومة من تنفيذ برنامجها. لقد قمت منذ عامين ونصف ومن نفس هذا المكان بتقديم برنامج الحكومة لمجلس النواب السابق، وكان التكليف الأساسي الذي كلف السيد رئيس الجمهورية به هذه الحكومة هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت
للدخول في مرحلة تمكين كل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولقد التزمنا كحكومة في ذلك البرنامج بثوابت ارتضيناها جميعاً، وهي تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، رؤية مصر 2030 التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية وتمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي بدأناه ونستكمل تنفيذه حالياً، المطالب الجماهيرية ذات الأولوية. ولقد استهدف البرنامج في أن تكون الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، وطرحت الحكومة هذا البرنامج تحت شعار مصر تنطلق. ولقد التزمت الحكومة بإطلاع الشعب المصري ونوابه الموقرين على موقف تنفيذ برنامج عملها. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة عملت في ظروف صعبة وقاسية خلال العام الماضي، وهو عام انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة تجنبت الشعب المصري الآثار السلبية لكورونا. أن عمر هذه الحكومة وهو العامين والنصف، منهم عام وهو العام الماضي والذي تعون جميعا أنه كان من أصعب الأعوام التي مرت على تاريخ البشرية جمعاء، وهو العام الذي شهد ظهور جائحة كورونا. وبالتالي فإن الحكومة المصرية وبالتنسيق مع مجلسكم الموقر عملنا معا سويا على تجنيب مصر والشعب المصري الآثار شديدة السلبية التي رأينا العالم كله يعاني منها خلال نفس الفترة. وبالتالي فإن عمر هذه الحكومة وهو العامين والنصف، منهم عام كان شديد الاستثنائية وشديد الصعوبة في التعامل مع جائحة قاسية وما زالت تلقي بظلالها على العالم كله. وأكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي بالكامل من المواد البترولية بحلول عام 2023، ولن يتم استيراد أي مواد بترولية بعد هذا العام. وأشار إلى أن مصر تقترب من الوصول إلى 1,000,000 وحدة سكنية منشأة خلال 5 سنوات، وأن أكثر من 920,000 مواطن استفادوا من وحدات الإسكان. حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز لمختلف قطاعات الدولة. تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية، بزيادة نسبتها 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها، علماً بأنه تم توصيل الغاز لنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالي. والأهم إن شاء الله بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي بالكامل من المنتجات البترولية. لن نستورد بعد 2023 أي منتجات بترولية مصنعة. ستكون مصر قادرة بإذن الله على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها. قال رئيس الوزراء إن الحكومة حرصت على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري، وأشار إلى نجاح الحكومة في الحفاظ على الأمن المائي للوطن وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. المحور الأول وهو كان حماية الأمن القومي المصري ويتضمن تحقيق الاستقرار الأمني. ولقد حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية على نحو رفيع المستوى لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، فضلاً عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية. وفي مجال الأمن المائي كان نصب عيننا كحكومة كيفية الحفاظ على كل قطرة مياه التي تمثل كل منها الأمن المائي لهذا الوطن. وبالتالي فقد حرصت هذه الحكومة على التوسع بصورة كبيرة جدا في إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي والمياه المعالجة. وبالنسبة لأمن الطاقة فقد تمت إنجازات ملحوظة أثمرت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلي والصناعي وكل الأنشطة بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتي منها.
وكشف رئيس الوزراء عن مجموعة من المشروعات القومية الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها، منها تطوير كافة القرى المصرية خلال السنوات الثلاث القادمة بتكلفة 500 مليار جنيه وتطوير كل الترع القائمة. كل هذه المشروعات هو تطوير كافة القرى المصرية خلال ثلاث سنوات، وهذا البرنامج ويمكن سيادة الرئيس وجه أن سيخصص لي في خلال الثلاث سنوات القادمة 500 مليار جنيه. هدفه أن احنا ننتهي من كل أعمال التطوير في الريف المصري بالكامل، خدمة الصرف الصحي، الطرق، كل الخدمات اللي مطلوبة للقرى المصرية أن يتم تنفيذها في خلال الثلاث سنوات القادمين. بيمشي معاه بالتوازي تطوير كل الترع القائمة، وحضركم بتتابعوا مشروع تبطين الترع، هنستهدف انتهاء في ثلاث سنوات من 20,000 كيلو من الترع يتم تبطينها، وإن احنا ندخل نظام الري الحديث لأربعة مليون فدان من الأراضي الزراعية المصرية. تطوير المدن القائمة بالكامل من خلال مشروعات على غرار الأسمرات وبشائر الخير، كل المشروعات اللي احنا نقدر بقدر الإمكان ننفذها عشان نغير من وجه المدن القديمة بتاعتنا ونضفي عليها الشكل الحضاري. كما استعرض وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إنجازات وزارته أمام مجلس النواب، وقال إن الفترة من يوليو من عام 2018 وحتى ديسمبر من عام 2020 تم صرف 90 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات، منها رصف الطرق المحلية وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والإنارة. خلال الفترة من يوليو 18 حتى ديسمبر 20 تم صرف مبلغ وقدره 90 مليار جنيه، استفاد منها 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات. وشملت هذه المشروعات برنامج رصف الطرق المحلية والكباري المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات وإحداث رواج اقتصادي والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمة والبنية الأساسية وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين. هذا ويواصل مجلس النواب غدا الثلاثاء الاستماع إلى بيان وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والإعلام عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، فيما يخصص يوم الأربعاء للاستماع إلى بيان وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعاون الدولي عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، والخميس إلى بيان وزيري الشباب والرياضة وقطاع الأعمال العام عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. ومتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي، بعد التحية، أهم ما استوقفك بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي أمام البرلمان اليوم مستعرضا موقف الحكومة من تنفيذ برنامجها. أهم ما جاء اليوم هو إزاي أن الحكومة قدرت بالرغم من تداعيات كورونا أن هي تستمر في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأبرزها طبعا معدلات البطالة والتضخم، إزاي كمان أن الحكومة مع الإصلاحات الاقتصادية لم تترك الجانب الاجتماعي، وأن هي تحركت بخطوات ثابته اتجاه تحسين مستوى معيشه المواطن المصري وتقديم الخدمات الاساسيه ليه بالشكل اللائق، وازاي ان جهود التنميه مستمره في كافه المحافظات، وكمان الدوله بتحاول ان هي تتحرك بمنتهى الجهد على القطاعات الاقتصاديه بشكل عام وقطاعي الزراعه والصناعه على وجه التحديد، والعمل على زياده الرقعه الزراعيه وتذليل العقبات امام
المستثمرين، بحيث ان احنا نقدر باذن الله ان احنا نجذب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، سواء كانوا مستثمرين محليين او مستثمرين اجانب، وان الدوله مستمره بجهود التنميه. ولولا طبعا جائحه كورونا كنا هنقدر ان احنا نحقق معدلات نمو اقتصادي اكبر بكثير من اللي اتحققت في العام المالي السابق. نعم، الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذه المداخله. تسير شركة مصر للطيران غدا 44 رحلة جوية إلى عدد من الوجهات العربية والدولية والمحلية لنقل 5000 راكب وواحد. تشمل الوجهات العربية والدولية وفقا لبيان الشركة اليوم كلا من بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، الرياض، ليغوس، أبوجا، تونس، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، باريس، موسكو، دوالا، اسطنبول، أثينا، فيينا، الدوحة، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، أنجمينا. وبالنسبة للوجهات الداخلية فتشمل 6 رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، إلى جانب 3 رحلات شحن جوي. قال وزير توزيع اللقاحات البريطاني الناظم الزهاوي إن السلطات تقوم بتطعيم 140 شخصا ضد مرض كوفيد-19 كل دقيقة بالجرعة الأولى في المتوسط. وأضاف الزهاوي أن بعض المناطق تعمل بشكل أفضل وأن الأمور ستتحسن مع افتتاح المزيد من مراكز التطعيم الكبيرة، 17 مركزا هذا الأسبوع و50 بحلول نهاية الشهر. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. دكتور أمجد، بعد التحية، يشعر الجميع بدول العالم بالقلق الشديد إزاء تزايد أعداد المصابين بكورونا. تقييمك للوضع الآن والتوقعات للأشهر القادمة مع بدء بعض الدول في حملات التلقيح للمواطنين. أولا أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. نتمنى طبعا ان 2021 تكون عام اللقاحات، وان يكون في انتهاء لوباء كورونا وازمه كورونا مع بدء دول العالم جميعا في التطعيم ضد هذا الوباء، لان احنا ما قدمناش حلول الا اجراءات اكثر صرامه من تباعد وغلق او اللقاحات. وانا شايف ان احنا مع الفتره اللي جايه العالم كله سيشعر بتحسن كبير جدا في نسب الاصابات مع بدء معظم دول العالم في ما يسمى باجراء اللقاحات، بالذات للفئات الاكثر خطوره او اكثر عرضه دخول في مضاعفات، هي فئات كبار السن. وده هيساهم في الفتره الكبيره في التقليل من نسب الوفيات، ودي الاهم بالنسبه لنا، لان دور اللقاح هو منع الوفاه، بمعنى ان معظم اللقاحات بتعطي حمايه من الاصابه، لكن كلها بيعطي بنسبه كبيره جدا حمايه من الدخول في مضاعفات خطيره بعد استخدام اللقاح. بمعنى ان اللقاحات اذا لم تمنع الاصابه فهي تمنع من دخول في مضاعفات خطيره وهي الوفيات. وبالتالي نحن في انتظار ان يبقى في لقاحات في هذا العام والقضاء على هذه الازمه، واعتقد ان مع بدء دول العالم الفتره القادمه في اللقاحات ستحدث انفراجه في فيروس كورونا، ويكون الاعداد هي الاقل ونسب الوفيات الاقل في الفتره القادمه. نعم، اشكرك الدكتور امجد الحداد رئيس قسم الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح على هذه المعلومات. أعرب مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقهم إزاء حدوث هجوم أثناء تنصيب الرئيس جو بايدن بعد غد. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه عدة ولايات أمريكية والعاصمة واشنطن إجراءات أمنية مشددة قبل إجراء هذا الحدث. تحديات غير مسبوقة في انتظار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عندما يؤدي اليمين الدستورية كالرئيس 46 للولايات المتحدة. فبينما كان يستعد منذ أشهر للتصدي للوباء الذي يقتل 4000 أمريكي يوميا، بالإضافة إلى الاقتصاد الذي يعاني أزمة تركت ملايين العاطلين عن العمل، يثير التمرد المسلح في مبنى الكابيتول الأمريكية أسئلة جديدة حول كيفية بدء بايدن في إصلاح أمة شديدة الانقسام.
لقد واجهنا أوقات صعبة من قبل في تاريخنا. أعلم أننا سنتجاوز هذا، لكن معا هذه هي الطريقة التي سنتغلب بها على المصاعب سويا. ويتطلع المراقبون إلى حفل الافتتاح يوم الأربعاء باعتباره رمزيا بشكل خاص هذا العام، كما أنهم يرون أن قدرة بايدن على التنصيب السلمية سترسل إشارة إلى أن البلاد لم تنحدر إلى حرب أهلية، وأن الديمقراطية الأمريكية رغم أنها مشوشة في الوقت الحالي إلا أنها قوية بما يكفي لتنتصر. إنها بالتأكيد لحظة محفوفة بالمخاطر على أقل تقدير وغير مسبوقة تقريبا. مستويات التهديد التي يتم الإبلاغ عنها هي مصدر قلق كبير، وهناك أيضا قلق بشأن عدم قبول المواطنين لنتائج الانتخابات وعدم قبول الحكومة. كل هؤلاء يجعلون من الصعب للغاية على رئيس جديد القدوم للسلطة. وبالإضافة إلى التحديات، تأتي المحاكمة الثانية لدونالد ترامب في مجلس الشيوخ، والتي تتزامن على الأرجح مع أول يوم لبايدن في منصبه، فضلا عن أن فريقا كبيرا من المرشحين لمجلس الوزراء لم يصدق مجلس الشيوخ على تعيينهم. ومع اقتراب التوترات والانقسامات من أعلى مستوياتها على الإطلاق، يرى محللون أن بايدن سيحتاج إلى إحياء سمعته في مجلس الشيوخ كصانع للصفقات وبشكل عاجل، لإظهار أن العمل بين الحزبين الديمقراطي والجمهورية ليس ممكنا فحسب بل وشيكا. بانوراما النيل مستمرة معكم وتتابعون فيها بعض أخبار الاقتصاد. روسيا تعتبر انتقادات دول الغرب لاعتقالها المعارض نافالني وسيلة لصرف الانتباه عن أزماتها الداخلية. ومباشرة إلى زميلي حسام الدين عاطف ومتابعة أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة. إليك حسام. أشكرك غادة، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها، وزارة البترول تعلن تركيب 600 ألف عداد غاز مسبق الدفع مع نهاية العام المالي الحالي. أهلا بكم من جديد. وجه وزير البترول طارق الملا بالتوسع في استخدام عدادات الغاز مسبوقة الدفع لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين، ولفت الوزير إلى أنه تم تركيب حوالي 90 ألف عداد، وأنه من المخطط الانتهاء من تركيب حوالي 600 ألف عداد مع نهاية العام المالي الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال في خطة العام المالي الحالي 2021، والتي تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي بدأ العمل بموجبها اعتبارا من بداية العام الجاري. وأشارت جامع إلى أن مصر بذلت جهودا حثيثة لتحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز حركة التجارة بين دول القارة السمراء. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدتها الوزيرة مع وفد سكرتارية الاتفاقية، حيث تم استعراض خارطة طريق إنفاذ الاتفاقية على الأرض. أعلن وزير المالية محمد معيط أن الحكومة صرفت أكثر من 21 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين من خلال 6 مبادرات، كان آخرها مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين. ولفت معيط إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. شهد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق توقيع شركة النصر لصناعة السيارات إحدى شركات الوزارة اتفاقيتين مع شركة دونغ فينغ الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة النصر وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر. وأكد الوزير أن الاتفاقيتين تمثلان بداية الانطلاق لشركة النصر لصناعة السيارات نحو مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود والانبعاثات الحرارية التي لها تأثير سلبي على الاقتصاد، كما أنه يمثل مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي. قام نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس وعدد من المسؤولين بجولة تفقدية في منطقة مثلث مسبيرو لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى إزالة أي عقبات أمام المشروع. ويتفقد مسؤول الإسكان مشروع أبراج الإسكان البديل لمن وافق من سكان المنطقة على خيار العودة إليها بعد تطويرها. يشار إلى أن تطوير منطقة مثلث مسبيرو يمثل أو يشمل تنفيذ مشروع 4 أبراج بها جراج سفلي ودور تجاري وبرج للسكن البديل لسكان المنطقة وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا، بالإضافة إلى برج إداري رابع. ننتقل إلى سوق المال، حيث تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين والعرب. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 679.8 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت بنحو 3.2 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.71%. ومشاهدينا الكرام، من أخبار البورصة المصرية أنهينا وقفتنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة. عودة للزميلة غدا فاروق، تفضلي غدا. شكرا لك حسين. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الهدف من تصريحات الغرب بشأن احتجاز المعارض الروسي أليكسي نافالني هو صرف للانتباه عن الأزمات الداخلية لديهم. وأعرب لافروف خلال مؤتمر صحفي عن قلق بلاده من تصرفات واشنطن وحلفائها التي تسعى إلى تقويض الأمن العام. كانت الولايات المتحدة قد أدانت بشدة قرار روسيا اعتقال نافالني، كما دعت ألمانيا إلى الإفراج الفوري عنه، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي اعتقاله بعد عودته إلى موسكو أمرا مرفوضا. كانت سلطات السجون الروسية قد اعتقلت نافالني بمجرد أن وصل إلى موسكو آتيا من ألمانيا، حيث أمضى فترة نقاهة لأشهر عدة بعد نجاته من حادث تسميم مزعوم. بانوراما النيل متواصلة معكم، ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. قوات الأمن في غواتيمالا تتصدى لقافلة مهاجرين من هندوراس يحاولون الوصول للولايات المتحدة. وإلى أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة في بانوراما الرابعة، وعودة من جديد إلى زميلي حسام الدين عاطف وأخبار الرياضة، إليك حسام. أشكرك غادة. نحن الآن مع أخبار الرياضة أهم ما فيها. بعد ضمان التأهل للمنتخب الوطني يبحث أمام سويد الليلة. حسام أهلا بكم من جديد. استخدمت قوات الأمن في غواتيمالا العصي في التصدي لمشاركين في قافلة من المهاجرين من هندوراس يحاولون الوصول للولايات المتحدة. واحتشد نحو 3000 من قوات الأمن شرق غواتيمالا لوقف القافلة، ما تسبب في اشتباكات عنيفة بعد أن حاول المهاجرون تجاوز قوات الأمن. وقالت سلطة الهجرة في غواتيمالا إن ما بين 7000 و8000 مهاجر دخلوا البلاد منذ يوم الجمعة بهدف الوصول للولايات المتحدة. ختام بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. بدء أعمال القمة الثنائية بين الرئيس السيسي وملك الأردن بالعاصمة عمان، وملفات تعزيز التعاون وقضايا المنطقة تتصدر جدول الأعمال. فإن الحكومة المصرية وبالتنسيق مع مجلسكم الموقر عملنا معا سويا على تجنيب مصر والشعب المصري الآثار شديدة السلبية التي رأينا العالم كله يعاني منها خلال نفس الفترة. في بيانه أمام مجلس النواب، مدبولي يؤكد أن الحكومة تجنبت الشعب الآثار السلبية لكورونا في عام هو الأصعب على البشرية. إجراءات أمنية مشددة في واشنطن قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
ختام بانوراما نيل، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.ag. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.